الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أهمية التسامح في هذا الشهر أعلى من غيره، لأن إحنا أمة فضلها الله تبارك وتعالى سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والتفضيل كان أرسل الله أفضل الملائكة بأفضل الكتب هو القرآن على خير أمة محمد في خير ليلة، خير ليلة القدر على خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الخيرية فينا في كل شيء. إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن ضمن الأمر بالمعروف هو التسامح، ويبدأ الإنسان بنفسه. ورب العالمين أمر الأمم كله من آدم القيام الساعة أمرهم بالتسامح. والتسامح متى يكون التسامح أعلى؟ حين يكون مع القدرة، حينما يكون صاحبه قادر، وهذا يتسمى الحلم، لأن أدنى التسامح هو الصبر وأعلى التسامح هو الحلم، والحلم هو العفو مع المقدرة. والله تبارك وتعالى من اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أمره بالصبر لأنه كان ما يقدرش، ومن اللي انتقل للمدينة وأصبحت له قوة أمره بالحلم وليعفو وليصفحوا. إذن أعلى التسامح هو العفو، وهو ما يعرف بالحلم، الحلم العفو ما عند المقدرة، وخاصة في الشهر الفضيل. وهذا الشهر الفضيل راك يعلمنا باش نخرجوا منه ماذا بعد رمضان. ما كان رمضان كل شيء الناس ملائكة، ولكن ماذا بعد رمضان؟ اش غادي يكون بعد رمضان؟ واش الناس كيدخلوا واش غتكون تعود حليمة لعادتها القديمة، ولا غادي يبقاو الناس؟ إذن رمضان اليوم مع الأسف بعض الناس مسلسل في الليل، مسلسلات وأفلام، وفي الليل نوم وأحلام. إحنا خصنا تكون حاجة أخرى. ماذا بعد السؤال المطروح في التسامح هو ماذا بعد رمضان؟ واش بعد رمضان غادي يرجعوا الناس بحال هذه غير شي كونجي خذوه الناس وقفوا فيه النفس والأمر بالسوء ومن بعد رجعوا لبلاصتهم؟ إذن هذا التسامح اللي كنتكلموا عليه إحنا خصنا نفعلوه، يكون عملي في واقع الناس، يكون دين. لأن التدين رمضان في غير التدين، ولكن متى ينفع الدين؟ حينما نفعله في دنيا الناس وفي دنيانا، عند ذلك يكون التسامح الصحيح. نعم. صلى الله وبارك على سيدنا. دكتور وجه بزاف ديال الناس كتخلط ما بين المسجد الاقصى وقبه الصخر، كنت توضح لنا شنو المسجد القبه الصخره هذيك بوحدها والمسجد الاقصى، حيت كاين دابا الجامع اللي كتشوف الاقصى بوحده. اول حاجه خصكم تعرفوا حاجه، الله تبارك وتعالى دار على وجه الارض مكتبين، مكتب اداره الدين ومكتب اداره الدنيا. مكتب إدارة الدين هي الكعبة، وقال وكتب عليه عنوان فمن دخله كان آمنا، ومكتب إدارة الدين هو المقدس، قال فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فسليمان عليه السلام اللي حكم المقدس حكم الأرض كلها، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت وجهته إلى المقدس، قبلته المقدس، لكنه كان ينظر إلى السماء راجيا من الله أن يوجهه إلى القبلة إلى الكعبة. علاش؟ لأننا لو حكمنا المقدس في يومها لحكمنا الأرض بكل ما فيها. هو كيعرف الناس في ذاك الوقت لا يزالوا في ضعف، لو دخلت عليهم الدنيا لفسدوا، فكان ينظر إلى السماء يريد أن يتوجه إلى بيت التواضع. فالله قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن المقدس بيت إرسال، والكعبة بيت استقبال. الملائكة كتنزل من السماء للبيت المعمور، البيت المعمور للبيت العتيق، وملي كتبغى تطلع كتطلع من المقدس لأن تما كاين باب السماء. إذا القبة الصخرة حاجة بوحدها، والمقدس بوحده، القبة الصخرة معروفة، والمسجد راه هو هذاك اللي كيبان لينا، المسجد العتيق القدس اللي فين كيصليو الناس، هذاك ما عنده علاقة بالقبة الصخرة. القبة الصخرة بوحدها واحد الجهة أخرى ما كينتبهوش ليها الناس. نعم. هذا هو الأصل. دكتور سؤال أخير باش ما نطولوش عليك، وبعجالة، شي كلمة في حق مدينة أسفي، مدينة التعايش، مدينة التسامح، المدينة التاريخية ومدينة الضرب الكامل. مدينة أسفي وأسف على مدينة أسفي. مدينة أسفي فيها التسامح، فيها الكرم، أموالها مؤصلون لأنهم عرب أصليين وفيهم الأصل وفيهم الكرم، والناس ديال أسفي مؤصلين يكرموا وهو محتاج، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرجل في مدينة أسفي عبد ككل، إذا جاء عنده الضيف كيجوع هو باش يوكل غيره، وهذه قمة الكرم. لأن الكرم متى يكون كرما عاليا؟ حينما يعطي الإنسان من عوز ما عندوش وكيكرم. أما اللي عنده كرم هذا ما نقولش الكريم، متى حينما يكون عنده وكرم، هذا هو الكريم.
فإن الله يحب ثلاث وحبه لثلاث منه أشد ويكره ثلاث وكرهه لثلاث منه أشد. يحب الغني الكريم وحبه للفقير الكريم منه أشد، ويحب الغني الفقير المتواضع وحبه للغني المتواضع منه أشد، ويحب الشيخ الطائع وحبه للشاب الطائع منه أشد، ويكره ثلاث وكرهه لثلاث منه أشد، يكره الغني المتكبر وكرهه للفقير المتكبر منه أشد. هذاك بعدا غني لا عنده شي حاجة نقوله، ولكن القرطيط مع الدوالون منفوخ على الإخوة. ويحب ويكره الشاب العاصي وكره للشيخ العاصي منه أشد، ويكره الغني الفقير البخيل وكره للغني البخيل منه أشد. إذا الشاهد عندنا في هذا الشيء أن الإنسان الفقير وكيكرم، وهذا كاين في الناس ديال الأسفي، هذه قمة الكرم، كنشكرهم على هذا الكرم. شكرا لكم جديد على مواقع التواصل الاجتماعي.